واصل منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي كتابة التاريخ في أولمبياد باريس بعد تأهل الفراعنة إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 60 عاماً، حيث سبق وتأهل المنتخب لنصف النهائي مرتين من قبل في نسختي 1928 و1964، وانتزع منتخب مصر الأولمبي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس على حساب منتخب باراغواي العنيد بعد فوز الفراعنة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب. ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مساء يوم الاثنين المقبل مع منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور، والذي تخطى عقبة الأرجنتين في ربع النهائي، وحقق محمد النني لاعب المنتخب الوطني رقما مميزا في تاريخ الأولمبياد بعد معادلة رقم الثنائي علي الحسني ومحمد بدوي في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب. وحقق منتخب مصر العديد من الأرقام المميزة خلال المشاركة في منافسات أولمبياد باريس، أولها تصدر مجموعة المنتخب في البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد، وكذلك الفوز على المنتخب الإسباني القوي لأول مرة في مباراة رسمية بين المنتخبين، وأيضا التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة لأول مرة منذ 60 عاماً مشاركة بالأولمبياد، ليواصل المنتخب الوطني تألقه الملفت في ملاعب باريس منذ انطلاق المنافسات، ويزداد تفاؤل الجماهير المصرية بإمكانية تحقيق ميدالية تاريخية في البطولة.